معنا من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي، الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ 20 عاما، ماذا يعني ذلك ناهد بالنسبة للجزائر؟ فضيلة، ويأتي في وقت يعني الجزائر تشهد فيه سلسلة من التوترات. الثقل الأمريكي اليوم يوازي الثقل الجزائري في المنطقة. لا ننسى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر تأتي في وقت توتر سياسي وأمني في المنطقة. إذا ما تحدثنا عن التوتر السياسي فهو قبل زيارته إلى الجزائر كان في المغرب، ولا ننسى أن هنالك قطع للعلاقات ما بين الجزائر والمغرب، فربما هي وساطة غير مباشرة حسب مصادرنا لهذا النوع من قطع العلاقات، وأيضا امتداد للأزمة حاصلة اليوم بين الجزائر وإسبانيا. ولا ننسى أن الجزائر استدعت سفيرها الجزائري من إسبانيا، وهذا ما سيؤثر على الغاز الذي يمتد من الجزائر نحو أوروبا. ولا ننسى فضيلة أن الجزائر هي ثالث أكبر مورد للغاز نحو أوروبا، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. الجزائر فضيلة التي امتنعت عن التصويت ضد قرار يدين روسيا على مستوى هيئة الأمم المتحدة. ربما أمريكا تريد أن تفهم موقف الجزائر مما يحدث اليوم من روسيا، روسيا الحليف الأكبر والقوي للجزائر. وأيضا لا ننسى هنا من الناحية الاقتصادية الخط الذي يحمل سعة كبيرة وطاقة استيعاب كبيرة من الغاز الذي يمر على المغرب والذي لم يمدد أو لم يستغل ثانية هذا العام كما قلت، الذي يمر على المغرب نحو أوروبا، واكتفت الجزائر بالأنبوب الذي يمر عبر البحر نحو إسبانيا. وربما الاتفاقيات الكبيرة اليوم للغاز ذهبت نحو إيطاليا وليس نحو إسبانيا. فاقتصاديا وسياسيا هنالك نوع من الجدل فيما يحدث اليوم في الجزائر، ربما يريق تفكير أمريكا التي أتت لتفهم هذا اللغط اليوم الموجود في العلاقات. وربما الموقف الجزائري كما قلت من الأزمة الروسية وامتداداته وانعكاساته على أزمة الغاز. أخيرا فضيلة، ربما هي الانعكاسات الأمنية، ولا ننسى التقرير الأخير للكونغرس الأمريكي الذي تحدث عن إعادة نشاط لتنظيم القاعدة وداعش في منطقة الساحل، منطقة الساحل التي تسيطر عليها بشكل كبير الجزائر، التي تحمل نقطة والعلبة السوداء لهذه التنظيمات الإرهابية لما مرت عليه من عشية سوداء داخل الجزائر. إليك فضيلة. شكرا لك ناهد زرواطي في الجزائر.